عليكم مساكم الله بالخير. من الإسرائيليات اللي يستفاد منها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. سليمان عليه السلام جاء الطير يشتكي له، فهذا الطير كل ما جاب بيض فرخ، كبرت شوي فروخة على الشجرة، رقى رجال واخذ فروخة وذبحها وطبخها وكلها مرة مرتين ثلاث، ويجي يشتكي الطير. قال سليمان عليه السلام لأحد الجن اللي عنده، والله سخر لسليمان الجن والريح، قال إذا شفته صعد فوق الشجرة فخذه فشقه إلى نصفين، لأن اعتدى عليها أكل منها مرة مرتين ثلاث، فخذه فشقه إلى نصفين. يوم جرى المرة الرابعة ورايح الرجل يبي ياخذ الطير فروخة، فإنه يركب وياخذ الفروخ وينزل، وكالعادة هكذا جاء الطير يصيح لسليمان عليه السلام، قال يا سليمان اشتكيت لك المرة الأولى والثانية والثالثة وجاء الرابعة وأكلها ولا سويت له شيء. فغضب سليمان عليه السلام واستدعى الجن اللي أمره أنه يقتل الرجل يشقه إلى نصين، فقال له أما أمرتك أن تفعل كذا وكذا؟ قال بلى، وخرجت في أثره، يعني طلعت أني بأشقه إلى نصين، ويوم جيت أبى أفعل ما أمرتني وجدت عنده ملك يحرسه، وذلك بسبب أنه يتصدق. فالفائدة والعظة والعبرة أن حتى الظالم إذا كان ظالم يدفع عنه الأذى والبلاء، قد يكون بسبب صدقة وبسبب عمل صالح. هذا حتى نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واسمع بعض العلماء يقولون حتى الرؤى إذا رأيت رؤية حزينة وتضرك وصار حتى معناها تفسيرها يعني يحزنك وسيء، فأكثر الدعاء فلا يرد القضاء إلا الدعاء. وكذلك عليك بالصدقة، لأن الصدقة تدفع البلاء كما يقال. لذلك أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. هذه قصة خفيفة لطيفة فيها من الفائدة والعظة.